أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أبدأ هذه الحلقة بالشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. كتبت على صفحتي في الفيسبوك العبارة التالية: لو أن أهل الديانات طبقوا كل تعاليم دياناتهم لخربت الدنيا. نحمد الآلهة أن تلك الديانات لم تتمكن من القضاء على إنسانيتهم بالكامل. كلمة ديانة باللغات السامية جميعها تعني النظام أو القانون، وكلمة قانون ذاتها مأخوذة من اللغة اليونانية ودخلت إلى العربية من خلال اللغة السريانية، وتعني المسطرة التي يقاس عليها. الديانات كانت تتضمن نظماً وما زالت تتضمن نظماً تنظم المجتمع، علاقة الفرد بالإله، وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالدولة، وحتى علاقة الدول بين بعضها البعض. تراكمت هذه النظم عبر التاريخ. المشكلة أين تكمن؟ تكمن أن المجتمع يتطور، ولكن رجال الدين ادعوا أن النظم التي تتضمنها دياناتهم هي نظم فرضها الله، هي نظم إلهية، ولا يمكن أن يغير الله نظمه. وأنت إن دخلت دينا فعليك أن تطبق كل تعاليمه وليس جزءا منه. ولذلك هذه القوانين الدينية تبقى حتى وإن لا تطبق، هي تنتظر زمنها عندما يتمكن رجال الدين من المجتمع، حينها يفرضون تلك التعاليم الدينية. ويمكن في هذا المجال أن نشبه النظم الدينية بالسلحفاة. أنتم تعرفون أن السلحفاة في الشتاء تنام، فتظنها ميتة، ولكن فجأة مع ارتفاع درجة الحرارة تفوق هذه السلحفاة من سباتها، وعندها تبدأ بالحركة. وأعطيكم مثالا على ذلك: تماثيل بوذا في أفغانستان إلى أكثر من 1000 سنة، شيدت من قبل 1000 سنة، ولكن فجأة عندما جاء الطالبان إلى الحكم طرحوا السؤال: كيف يمكن لهذه التماثيل أن تبقى؟ هذه التماثيل مخالفة للشريعة الإسلامية، فقاموا بتدميرها. وعندما جاء الإخوان المسلمون إلى الحكم، أول شيء طالب به الإخوان المسلمون ماذا؟ طالبوا بهدم الأهرامات وهدم أبو الهول والتماثيل المصرية الأخرى. لماذا؟ لأنها في رأيهم مخالفة للتعاليم الإسلامية. هو الحق معهم، هي مخالفة للتعاليم الإسلامية، وهي تعاليم أخذت أصلا من التوراة.
هي الوصية الثانية من الوصايا العشر، حيث يطلب الله من عباده أن لا يفعلوا تمثالا إن كان لشيء يشبه ما فوق الأرض أو في الماء. تحرم التوراة عمل التماثيل، وأول ما قامت به داعش عندما دخلت إلى العراق وسوريا، تمكنت من العراق وسوريا، دمرت التماثيل، وهذا ما قام به النبي إبراهيم، وهذا ما قام به موسى مع العجل. تعرفون القصة من التوراة وانتقلت إلى القرآن، وهذا ما قام به النبي محمد. هذه التعاليم أكل الدهر عليها وشرب. ولكن بالنسبة لرجال الدين، هذه التعاليم تبقى أبدية حسب مقولتهم: الحاكمية لله، فمن لا يحكمون بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في نظرهم. ونفس الأمر بالنسبة للرق. الرق كان موجود من سالف العصور. إبراهيم كان عنده عبيد، يعقوب كان عنده عبيد، محمد كان عنده عبيد، ولم يلغي الرق إلا في القرن العشرين دوليا. والقرآن بذاته ينص على الرق، والتوراة ذاتها تنص على الرق. وحجة رجال الدين: كيف يمكن لك أن تلغي نظاما سنه الله؟ إن كان هذا ظلما فكيف يسن الله على الظلم؟ ولذلك هم يرفضون إلغاء الرق. وعندما جاءت داعش ماذا عملت؟ طبقت التشريع الإسلامي فيما يخص الرق. وفي إسرائيل ذاتها هناك طيار يهودي يقول صراحة بأنه يريد إرجاع الرق، ويطالب باستعباد العرب الموجودين في إسرائيل، تحويلهم إلى عبيد يخدمون اليهود وفقا لما جاء في التوراة. وسوف أعود لهذه النقطة لاحقا في شريط آخر. كتبت إحدى المتابعات كلاما مؤثرا على صفحتي في الفيسبوك، تقول: اسمعوا جيدا، فقال كلامها مهم جدا. تقول: هناك نصوص دينية تتفق عليها كل القيم الإنسانية، مثل العدل والمساواة والأمانة والصدق والكرم والحب. وهي القيم شملتها كثير من الآيات، سواء في القرآن أو الإنجيل أو التوراة. ويمكننا القول أنه يمكن التسليم لها من دون أي تردد أو خوف أو حيرة، فلا يوجد أحد يختلف عليها. وفي المقابل توجد بعض النصوص الدينية في كل الديانات هي عليها اختلاف وإشكاليات وغير متفق عليها، وبعضها منتقد من قبل البعض. وخليني أخص بالذكر الإسلام لأني مسلمة، مثل الجزية مثلا أو ملك اليمين وتعدد الزوجات وخلاف ذلك. هذه الأمور التي اشتملت عليها بعض النصوص الدينية هي غير متفق عليها بين البشر، والكثيرون يرفضونها. أنا بالنسبة لي، تقول المتابعة، سوف آخذ بالنصوص الدينية التي اشتملت على القيم والمبادئ التي لم يختلف عليها أحد من البشر،
وقد ذكرت أمثلة عليها في بداية تعليقي، وهي كالأمانة والعدل والمساواة. وأما بخصوص الأمور التي اختلف عليها البشر في بعض النصوص الدينية كالجزية وملك اليمين وتعدد الزوجات وغير ذلك، فأنا لا أكفر بها، وفي نفس الوقت لا أطبقها. انظر عبارتها: أنا لا أكفر بها وفي نفس الوقت لا أطبقها. لاحظت العبارة؟ مهمة جدا. أنا لا أكفر بها وفي نفس الوقت لا أطبقها. لماذا لا تكفر بها؟ لأنها تعتبرها من عند الله. فهمتم القصة؟ طب هنكمل. فأنا لا أكفر بها وفي نفس الوقت لا أطبقها، بل أتركها هكذا في إطارها كنص كلامي فقط، من دون العمل بها ومن دون تطبيقها. وتسأل: أليس هذا يا دكتور ما تقوم به قوانين دولنا العربية؟ دولنا العربية، تضيف المتابعة، تدعي أنها دولا إسلامية، ولكنها لا تطبق شيء من الإسلام. نحن في فلسطين لا يوجد عندنا الرجم، ولا قطع اليد، ولا قتل المرتد، ولا ملك اليمين، ولا جزية. يعني نحن مؤمنين بالنص الديني في حدود إطاره، كنص مكتوب فقط من دون تطبيقه. إذن هي تعتبره نص ديني نازل من عند الله، فلا تكفر به ولكن لا تطبقه. حيرة. لا تكفر به ولا تطبقه. أجبتها: كلامك سليم، ونشكر الآلهة أن أصحاب الديانات لا يطبقون كل تعاليمهم، ولكن إلى متى؟ التعاليم الدينية مثل السلحفاة تنام في الشتاء وفجأة تفوق من سباتها، وهكذا قامت داعش وعادت لتطبيق الإسلام بحذافيره. ومجلس وزراء العدل العرب وضعوا قانون مبني على الشريعة الإسلامية ينص على قتل المرتد وقطع يد السارق والرجم والعين بالعين والسن بالسن. وقد وافق عليه على هذا القانون كل وزراء العدل العرب بما فيهم وزير العدل الفلسطيني. والنص موجود على موقع الجامعة العربية، وأعطيتها رابط حتى تتمكن من مشاهدته بعينها. لماذا إذن يضعون قانونا يسن على قتل المرتد وقطع يد السارق ورجم الزاني والعين بالعين وهو لا يطبق؟ لماذا؟ هل تساءلتم لماذا؟ هم ينتظرون الفرصة لتطبيقه. من جهة أخرى، في فلسطين صحيح نحن لا نطبق حد الردة، ولكن ما مصير مسلم يترك الإسلام؟ هل تعرفين الجواب؟ هل تعرفين الجواب على هذا السؤال؟ المسلم الذي يترك الإسلام يطلق من امرأته، ويسحب منه أطفاله، ويحرم من الميراث، ويمنع من الزواج. هل تعرفين أنه مسموح للمسلم أن يتزوج من مسيحية، ولكن يمنع المسيحي من الزواج من مسلمة؟ وهذا بنص القانون الفلسطيني وبنص كل القوانين العربية والإسلامية. لحد الردة جانب عقابي وجانب مدني،
لا ينص قانون فلسطين على قتل المرتد، ولكن الأحوال الشخصية تأخذ بالجانب العقابي المدني، فتطلق زوجته، زوجة المرتد، ويسحب أطفاله منه ويحرم من الميراث ولا يمكنه أن يتزوج. وفي رمضان هناك تعليمات بحبس من يفطر. ولن أطيل عليك ولن أكلمك عن شرب الخمر وغيره. شكرا على مداخلتك. أريد أن أضيف هنا إلى أن مقولتها بأنها لا تأخذ بجميع أحكام الشريعة الإسلامية، رغم أنها لا تكفرها، أي أنها تعتبرها إلهية رغم رفضها تطبيقها. هنا انفصام الشخصية، الانفصام، هو لا يكفر بالنص الديني ولكن لا يطبقه. ولكن إلى متى؟ ولكن إلى متى؟ كما قلت، الدين هو القانون، لكن المشكلة عندما تربط القانون بالإله يصبح مقدسا، وهنا مصيبة المصائب. فرجال الدين يريدون منا أن نطبق الدين بكل حذافيره، وصاحبتنا حسنا تفعل بأن لا تطبق إلا ما هو متفق عليه من أخلاقيات، وهذا أمر جميل من طرفها. وتظن بأن فلسطين لا تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا جهل منها، فقد ذكرت أن في فلسطين لا يحق للمسلم أن يترك دينه، وإن فعل يمنع من الزواج ويطلق من امرأته ويسحب منه أولاده ويحرم من الميراث، وإن أفطر في رمضان حتى المسيحي يعاقب. هذا تطبيق للشريعة الإسلامية. وإن سيطر التيار الداعشي في فلسطين، وقد أخبرني البعض أن في الخليل غالبية السكان هم ذو فكر داعشي، وآمل أن تكون معلوماتي خطأ، فلو استولوا على الحكم هم لفعلوا كما فعلت داعش. هنا خطأ الديانات، أن الديانات تعتبر نفسها منزلة من عند الله بينما هي نصوص بشرية. كيف نعمل؟ يجب رفع القداسة عن هذه النصوص. هي تقول لا أكفر بها، لا، يجب أن تكفر بها، حتى لا تعود للحياة من جديد كالسلحفاة. فإذا لم تكفر بها سيأتي من سيطبقها يوما ما. حسنا تفعل أنها لا تطبق إلا المبادئ التي يتفق عليها العامة. وأنت إذا اشتريت دجاجة من السوق فلا تأكليها بريشها وعظمها، بل تأخذي منها ما هو مفيد للصحة والباقي ترميه. كذلك يجب أن تفعلي مع النصوص الدينية. هذه النصوص أكل الدهر عليها وشرب، ولا يحق بأي حال من الأحوال اعتبارها نصوصا مقدسة، وإلا جاء من سيطبقها عندما تصبح السلطة بيده كما فعلت داعش. وزراء العدل العرب لم يسنوا على القانون الذي يقول
قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد عبثا، وكل وزراء العرب وافقوا عليه رغم أنه غير مطبق في غالبية الدول العربية والإسلامية. لماذا؟ لأنهم يعتبرونه نصا مقدسا. وداعش لم تفعل في المناطق التي سيطرت عليها إلا تطبيق هذا القانون. وهناك مجموعة في سوريا معارضة تقول يجب أن نلغي قانون العقوبات في سوريا ونطبق القانون الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب. إذا لم تكفري بهذه النصوص فسيأتي من سيطبقها باعتبارها نصوصا مقدسة، وسوف يرجع إلى الرق واستعباد الناس وفتح أسواق النخاسة ويبيع يزيديات في السوق. وما قامت به داعش يظن البعض أنه مخالف للإسلام، هذا خطأ. ما فعلته داعش مطابق 100% بتعاليم الإسلام، ولكن المنافقون والذين يريدون أن يعطوا صورة جميلة للإسلام يقولون داعش لا تمثل الإسلام. نعم هي تمثل الإسلام، ولكن كما قلت نحمد الآلهة أن أتباع الديانات لا يطبقوا دائما كل تعاليم دياناتهم. فإذا لا نريد أن نعود إلى تطبيق هذه القوانين التي تنص عليها النصوص الدينية، علينا أن نقفر بها. أنهي هذه المداخلة، وأعدكم بأني سوف أعود لموضوع وجود النص الديني وعدم تطبيقه في شريط قادم. فقد كتبت كتابا عنوانه الناسخ والمنسوخ في القرآن، تجدوه ضمن كتبي ويمكنكم أن تحملوه مجانا، ورابط كتبي تحت هذا الشريط. أشرب مجددا على صحتكم وعلى صحة الأخت الفلسطينية الكريمة التي علقت على منشوري. أشرب إذن على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. أتمنى لكم جميعا نهارا سعيدا، مع السلامة.